بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. درسي أنا ودرسي أفراد كمدة من كتاب صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما يقطع الصلاة. صلاة وحي قوين هي بابية سؤال كما إنهم كجوا صلاة وحي قوين هي الروح المسلم كألا ربي نسكي إلى علي مركو تكان أيو أيو شيخ بالله بيمانت. وكان يقول وحوها صوبانه مدي هذا يقطع صلاة الرجل ننك صلاة سوى حق قوين هي إذا لم يكن بين يديه هدو سنهرتي سأهين وسنهر أولين كآخرة الرحل رضا قيبت هذا الضنبو كلي المرأة هوين إذا قويني سو صلاة دي قويني سأل حائض ديك قبطه أما الحائض بالغة دي قان جاركا والحمار الضمير كقويني يو الكلب الأسود أي قمدو. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وحجي وصحابي حديث كورن هيا قلت وحان يا رسول الله رسولك إلهي ما بال الأسود من الأحمر أي جمدو كجودان أما عصمحو كجد وياه. فقال النبي وحول الكلب الأسود أي جمدو بشيطان ومد خير درام وشيطان. باب كان مركب وشيخ باب يستي حديث بدن باكو تيمد حديث كأبو ذر بان أقعد دور مسألة مركب كجرت مسألة كبد وحوي قطع جن لشيء معنيه سمحوية يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل قطع قاس جمهور أهل العلم وحكوف السرير نقصان أجر كبار نقصان ما هي يقطع صلاة الرجل أي ينقص أو ينقص صلاة الرجل بيكاد قانتا أجر كيسي يا ثواب كي صلاة دا أي داوع قاد يا ونقصان ما يسلم يا هدي أدو تكن يا سترنا أي سنكو أولين أي كهور مرا هوين يقبالغا أما دي قبتا يا دمير أي مدو سداس وجمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى يومنا هذا أساس اللو بدنيا علماء أن بطنين قطع وحكوف السيران بطلان صلاة باب بوريس صلاة باب بوريس ويقطع صلاة الرجل بمعنى يبطل صلاة الرجل بين غنيس روح صلاة سو حابورية هدان هرتي سؤيسا أولين سطرية قباد وإسكاق دفاع وحمرية صدح ذا شيء الله شيء باب بورنيس قليها صدا قبا وحكوحو جيان رأي قوداس رواية حديث كأولية هاي رواية حديث كأولية هاي وكتما دا في صحيح ابن خزيمة وابن حبان وآه ورنا إذا تعاد الصلاة من ممر من ممر المرأة والكلب والحمار صلاة دوال سوء عليا ووحال لغا سوء عليا إن أي كهور مرم بدو أما هوين أي كهور مرتو أما وكهور مرو دمير مركا يقطع دي يتعاد الصلاة صلاة دواب برتدبها الله قلنا قضي معنوه النقضي وذا دنا واحد عن رواية تعاد الصلاة من مر الحمار والكلب والمرأة محمد بن وليد بال لتفردي عن عبد الله على ابن عبد الله على الشامي أي لتفردي تفردك سنة الله ما أقبالك كرو وحاكوا له كجري هشام بن حسان والرواية كسا عن غير ابن سيرين أن حوق بطنين أو فربي قلقليين والعلم عند الله قطع قاسي أضو جمهورته سيدي أبدايهين وأد مدائنا يقول حسن طاي وأد مدائنا يقول حسن هاي الصلاة ما دام أين خوك اللي سيقين وأن إنكم مسلم كالصلاة صحيحة ووحد بقى بين أوك اللي برنتي ذا اللي لوي برتوى باطلة دي لعد بي أباهن طاي دي لعد بي أباهن طاي أكثر سلفنا هالكاس أي يكون نجين معناها اللباد يكون جيرانا وحوي الحائض محلو جيدا مثلا اللباد الحائض الحائض شغل باني يا جماعة اللمدة يا ركف ربضون علوم حكوم في السراء البالغة البالغة المرأة والمرأة المرأة الحائض هو نيدا قان جاركا ساسا لو جيدا ومحمد شكب حايا قبل يركا فضلي ايو قبل ان قان جاركا هذا كهور مرتدب مالها لكن اليوم خزيمة في سحا سوي حكوم ففاهيي المرأة الحائض اللي وجد هو نيدا ليق قبتين طاهر كأهاي وحنا مرشا كوب حيا هوني طاهر كأذي كورمر تقلب ملها
لكن هون يدقي قبطة دكور ما تعاد قبطة صلاة مركاسي نقصان بقاري سأجرك أما ويبريس على رأي لا بد قولي أن صاد سوى مريني وذا دو حيدا الحائد ما إن لفظة الحائد لنحق لي حديث أبي ذر وحي كتمد رواية وليه عبد الله بن علي بن زيد بن جدعان وضعف كجره المهم سكس طبعا نقطتين قاسوا نحدك لتحسينيو حديثكنا شاهد بالمحديث ابن عباس بوليه هاي انه سوغي هي بان الراجح حديثك لفظه ولي بحائد وحديثك كجره وحان مودا رايق ارنا يا الحائد لا دغو مخو اهاي هوين اذا ديق قبطه انه رون يهاد مودا ورايه كلي بالغه ان لمرين سببكنا وحا وهي المراه دي لا يداه مرا انت بدن وحي كدعه روح دمرك قانغاركا لفظه المراه دي لا اطلاق غالبا المراه وحلول جيده هواني هنا قاضو طبق شيء أو قان قاعد يو مركزي ديجه هالشيء يا باللوجي ذا الحائل مركز قيد كهدي لراعين تاسي وحين نقول إيسا برا كفيل بين نقول مركز هذا الرواية ذا أما النص كصحابة النبي كسوغن إن معنا در الوح مبارنا مقروح سنو مركز إن تأكيد لقديه وحكف إعلان إن تأسيس لقديه لأن الأصل في الكلام التأسيس ولا التأكيد هذا نهضر ده إنه المرأة هوين إذا الحائض ديق قبته لا معنى كل دوامي هوين يبالغ حق إن ديق قبته أو حنك احترازه إنها طاهرة دي حديث لكن لو فسر الحائض والبالغة المرأة بين وصفة تستوي لفظ المرأة كتوصي غالبا كون الدعاء ضمر كواوي أنفذ إذا ولي أن قان قدان كل عمب الحائض هذا ذات روا البالغة لو سجدة مرك التأكيد بين قن وحب تصير وجسم ويني معنى عصب ماذا نكر لي هذا معنى داس ماشوا كجرته شغل باني يا جماعة من أهل العلم يجوا قطع بطلان بيكون فسران الإمام أحمد بن حنبل أصقو راح بحيسي أو حيلي هذا يكون هور مرتهويني أظن ستر كوئلين أما حايضها النقطة أما بالغها النقطة صلاة ذي برميس حديث كعائشة أنا توسى هاي إن نبي وأيده قد بنا هرتشي في تقول تكنتري هذا يدم يركو هور مرتنا إن أحد صلاة شاب ميس أو حاتوس هاي حديث كي من عباس إن محمد الصحابي تكنه إنه صوب دمرتي سوى طهر مرة يكد من دمرتي سيدا يصف كان أقوله محمد لكن أي مضمانك هو كهر مرة صلاة وتسعيل بقول محايل أي جنب أصول صلاة إنه الجبينة وح معارضة مرها هذه التدقيقية أصول كي قواعد صلاة فيري لا بد حديث منا معارضة من حديثه لا بد حديث كي من عباس دمرتي إنه بتي صف كان هور مرة يا عائشة النبي هرج بنيد أيده أصوها بين صلاة الليل تكن هيا ما معارضا لبا حديث إذن محايا لي شلوا نجو صوم الرئي إن نبي هو الرئي إن اللي قلته كذا سبب الجيلة ومع ذلك وحن صوم الرئي إنه الجيلة كده جنجر مركا قارقود صوت رؤيا جبار إن دمر كهذا كور مرة صلاة إيجابيان أما أجر كنسقاميان ديدي ميسو سر أي كشيفان هي إن الحق يدو أتكت بس ما معارضة هيا ابن عباس دميرتي سي أيضا الله في تركيا ذو ماشى ما إيمان يسوع سطرة هور مرتي نبي محمد هي سطرة نحو مية مرتي مسه صفاف كده باي نح مرتي مس ميل كفك باي مرتي لا ما هيو ناس منكم إيمانين أنا ودمير ورتان صهور مري بعض الصف كده من الصلاة وان قال وحي وانكر أنا مارب ابن عباس يعني مؤمنين ثم هذا الإمام كودي صلاة اللي جت جبنين وان جبات كسي أي صقي أن لك نح مرين ما مؤمن تين لدح مريك كروا من صوم مرة دبلا هين با وصافك اللي بيحون لدح قادي مرك حديث كي من عباسنا ما معارض يا حديثا مدك عايش أنا معارض كما هدي هالك قاب قال ناسخنا مجرو ناسخنا مجرو لكن أحاديث وحاجر أرنا يسا لا يقطع صلاة المرء شيء ودرا ما استطعته روح مسلم كصلاة يسا وحد جبي أما جوي مجري ضد كيدن هور مرة هاي أنت الأودان إسك دفاع حديث أبو حيوك بضان سنة كيس حسن بو حافظ كوشيغي في الدراية في تقريج حديث لداية وصحابي ابن أبي عياش الأورنجري مسلمة فتح مسلمين تي دين مكالو قولي بو يقدم النبي قد دعي أقونا دي صوب حسن جريئة أي نبي محمد التكني يا ضمير هرمري حديث كسوت المامي مركز صحابي حلو سبحان الله سبحان الله سبحان الله نبي الله ضميرك ضميرك صلاة دي قوضي مركز صلاة النبي كبح ورما يستي يقول النبي وحرم مع المصبح الآنفا نينك سبحان ليسان يمرد ويتيوءها النبي قال له أنا قال أنا قال سبحان ليسان ومحاجر وحان مقلوا يسحبوا إيجاقين إن ضميرك هدوك ورمرو صلاة إيكا كعطاه مركز النبي قل يريد صلاة الروح المسلم كواحد قوية متري واحد جبيه حديثك هدوء صحيح وحن نغن إياه
ناسخ بو نقن مخاي جيره وحو تكيناي حكمك هوره او صحابته كمقلي ودادكو iyo xukunki dambe ee maxamed oo wadra um mastata'tum la yaqta'u salata al-mumri mar'i shay laakiin wadaadaha badanku xadiga waa dhaif bayli ama al-hafiz wuu tahsina isnaadkiisa wal ilm inda allah salada adu naq nuqsanta bal ku daaya intuun wax ka lehelaayo hada ku dagdagay maana saad way buraysa ama ahmed asagu ya ishaq ndrahuya ya jamaa'a min al-muta'akhirin wal hanabila sidaas ay qabaan as-salatu tijaha al-qabr hubabi hay إن لو تكد قبرك حقيسة الصلاة تجاه القبر وكان صلى الله عليه وآله وسلم رسولك لا يوحوها ينهى متكرّبة عن ومتكرّبة عن الصلاة تكشد لو تكد تجاه القبر أي مقابل القبر قبرك حقيسة قبر أصوك وقوم من حق قبلة كاجر إن أتكته ينبي قد يدو ومتكرّبة فيقول وحورنجري لا تصلوا إلى القبور حق قبورتها أو تكننا ولا تجلسوا عليها انا كفريسننا قبورتي ان لا احترامي وباهنت ان لو فريستو غوغل لغا دغتو لبهدي لما اوغلو او احترام بو روحا ليه هيا دو نول هيا دو دنتبا ان حق اذا لو توكن لبا اوغلو اي اد بو ولبا نبي هوشا او اد كان جرى صحابدا حديث كان وا من حديث ابي مرتضى الغنوي صحابي غاسا وري حديث وانا حديث صحيح وي اد غرميسا حديث سوغن وي مرن لهي aad ba marka la iskaga ilaalin jiro lagu dadaali jiray in la iska dhowro oo aan lagu dhicin marka salaada qabriga waa dhow qayboode inaad xaqeeda u tukato iyo inaad ku dhex tukato labada mid uu waxa laga hadlaayo inaad xaqeeda u tukatana xadiidki baa ku diido lama ogolo inaad ku dhex tukatana lama ogolo qabuurta labadaba waa la iska ilaalin ahadiisi badnayd Abu Hurayra iyo Aaysha iyo aad garanaysaan la'ana Allah idha qatala Allah al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid حديث ابن عمر لا تجعلوا بيوتكم مقابر اجعلوا من بيوتكم صلاتكم من بيوتكم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبور الرواية كلي إذن قريه إن صلاة تكنيسا وحكسيا لي قريه إن قبورها كارلغاننا حفاظ يفقاد وحكوفة سري حديثكم حولية هاي صلاة يا قبر اسم قبطان اسكو بابنا معه قريه اللي قلت كان ونبي حكس وقاضي قبري قريبا ما إذن قبور يا مقابر يا صلاة ويكلا عاقينه ويمعنها ماشا كجره يا النبي محمد واليهود يا نصر الله لعنه وحي كده جنجره قبور تأنبيض وذي الصلحة وذي مساعد كده جنجره مركا ما اللي قلت كده وقال اللي يقول له هذا قبور تأنبيض وذي الصلحة وذي مساعد كده جنجره حق إذا اللي قلت كده اللهم أقل قلب كاسي فقهاء مرن كما قوان سيدا ابن عبد البر ان رجب اي كهلين مثل هذا مرن ملها وحان لسكو هيا كليا صلاه دي لو دحتو كدي مقابر اما حق اذا لو تكدي مبريس ما سم مبريس اكثر العلماء وحيليه صلاه دي مبريس لكن وحاوا نقصان با غاري معصيات كو دحداي جماعه احمد وكمد يهي اي ما بدون خلاص هاد وي بريسا وان لا سوعلي تجب اعاده وي برتو وان لا سوعلي اليوم رجب الحنبلي اد بو ففايا وحاسدو كلا ففاشا نيك لا يرادو ابن منذر في الاوسط واكثر اهل العلم على كراهيه الصلاه بين المقابر والى القبور سلف بدون كو سياسه قبال حدا امام الشافعي امكو سدا كو دغاي ان مساله اي مساله بنان اهين لو اوغلي اي وحا كو سو هاري صلاة الجنازة أيضا من لو توكن كرا مقابر تدحديدا مدا أيضا أحمد وفودين جري مسجد كود دخياله لو تلغلى إن لو توكدا كليا صلاة الجنازة و بنانت ورن جري و خو كد ريبي جري صلاهها سنو انكي واجبات كلي مدح بنان بنانك يا مساجد لو تلغلى جنازو مسجد لو تلغو مقابر كود دخيال و خو ورن جري وحان كاهين صلاة الجنازة لو ما توكن كرو مسجد كلا دخديساي قبورتا دحديده لا دحديسي انا سي جماعه من الصحابه والتابعين ايو وخي دي جيرين مسجد ولبو قبر كدخيال اهل الدميو ما انا اوغلان جيرين ما انا بو خصو مر اسو سوده تابعين دد مسلمين او ميل تولا دغان او قبور دحديده مسجد كدسايا مركاس ور مخا قبور مساجد كغلي وحنا لفر جيري ان انو دونينو مساجد كدخيال ما قبورتا مركا اد با اوغو ادكا ان صحابه والتابعين تو شو ان لكلا فوغيو markuu shiicadu wadanka ku soo baatay muslimiinta ay soo dhaxgaleen
ضد أصل كودي وثنيين هاي وبرج إيش يكسر جدا المسلمين تايكو صوبيرين بقاد وحاوب بطي إن قبور تلوود حوار يجستو محمو هاي الصلاة دي عبادة اللورد ويو قبر وانكو خلاوين لو يلي هذا قدال بباشا كتيم في صحيح البخاري واتقرن سوى معلق غير كينا وصليا بسند صحيح بيها قيم نبي الشيبي عبد بن حميد عبد الرزاق بخاري التعليق في صحيح واتقرن إسان أنس بصلاة كان هي أصغون أركين قبل أنا كهري قبل وموجيده ما أنا أركو عمر بن مير شيدا كاركي مركز لي يا أنس القبر 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 أبو كويل ورقبرك ورقبرك ورهي يعني كلاط قال لهم هيا إنه تكذو صلاة قال أصغوا قبر هرتي سويا أنا سحول وحن مذ يقفق عمر إنه ليه ضيح ضيح القبر القبر يا القمر القمر صوتكم ياكو إنه ضيح فيري ضيح قربان يا جبر ضيح واحد دونك والنبض هذا أنا عمر القبر قصه هيا مرضا بان أركيب وليه قبر وأكاه الرئيب ماش بان كعرّيب فتنحيته ديك لبكورات باكل عواتق أن عمره وليسا مركا أن فهموا أيه ونص يسو الدوادي يوحول إنما أقول القبر وروحان كولايا تضيح كماله قبر سمارتي لا تصلي إليه حقي ساوتكني فكان أنس من سيرين باكشكاني بعد ذلك يأخذ بيدي قعنتوا إقامان جريب من ثابت ثابت عفوا ثابت النصر البناني إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور ويجد ذنبه هدو أنا الصلاة دم عورت أقو بس كبار جريب وحقبر يمحى أقا كده إلا بكورد عمري القبر أطاله قعنتوا إنتوا قبتوا أقو ويليب إنتوا كحمال بنان وقبر الله هاي بلاك هاتن جرين أن كنتوا كنو مركا آد بس حابد وقت حدر جرين وأن آد لسكا إلى يهوشا أيضا اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تعجلوها قبورا يا حديث بنبا معناها كويمين مركا عباد يهولها اسم قلال وين لك لفقوا روح مسلم كاه وين صلاتي سأم الضيئات نعود داله كدي من هذا ومركا نصب واحد إذا أما حديث أنا لغ لغ بارطو وذا دون حكاية هذين أو والسكو خلافي أو كره هذا ما كره تنزيه مس كره التحريم لغ لغ قال الله بان كفقوا بلو اسكي كفقوا محاط صلاة ضمورا اسكي قل النية نية دي بباب تهاي نية دو واقست نيدو وقصدي يقعان قلبك كيما دوي لفظ يوار له واحد منا ما باتفاق الفقهاء ابن قدامة كهلي ابن نووي باكهلي الرافعي باكهلي أئمة المذاهب ورنب باكهلي نين إمام مطبوعة أما مجتهد أما نين عالم ولو كل سنة الدين تيسي أقون تيسا أوقف مجرة نيدو وألفال وهل نويتو زي فرض الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة مقتديا أداء الله تعالى هولها سي وحين نقول النبي قد الكلام النبي نيدو وين أتقو أنشطو طيب شيء جينا الثميس وقصد الفعل صفينا إذا نكون قرنتا قصد الفعل مقترنا بفعله سويز اللي يجري وفلك هذا أقصده لا نحرية سمين تيسي يكون دقاقس ما هاللفظ الغنى واخو وإذا دو حيلة هذا مركي دادك عجمي دين تسلانك صواق قليل عربيا أنا أقول إن بوحال ضمعين الله شرح النيو وين النيستان حج وين النيستان صنك وين النيستان صلاة وين النيستان نيسي كيف يفهم وين بالي مركز اللي نيجي وحاول هنا ترى ذان وحنو تكن هي الله درتي صلاة الظهر اللي يقوله واجب شرح الله شرح هاي اللي هو فهم سيد النيو وحي تاي يو حلقة دكتي إن صلاة ده باللوجو جلاي ولذلك الإمام النووي من قدامي جماعة من الفقهاء يسوق إجماع الفقهاء يسوق ورشان أنت الله أكبر كله وليس هذا ماذا نقول الله أكبر أنت كجارس وحم ماذا قال إسكندر اليمهية نويت فرض الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة مقتديا أداء لله تعالى شاكي ولي واتشاكي نسا بيها تكعب كرتا ورقلس بيها إشي واتكبر الله أكبر بأوه الرئيس عند أهل العلم إن صلاة حرانته مجرا وحقا بصلاة با انت كور حنانتا نن علماء هوشا قابا مجرا حتى كوة كويري وان سدال ليلة هذا وحيليهم ولما يسحر من الرأي وحان كجرا ايا محوان هاي لغفت يلا صبر بحيد بان كجرا ولي ديارة ما يسندقي وارارانتا هاي وحي دعا يسا مركا ترا هذا الله أكبر مركا حبيا لسكل لقويلي مركا اوكا عضيبا انا مسخوشا قشيد ويسو قرنا قاقدم حاوسو قدال ليلة من التكتوس سمد النيسة واتسو استاكتي لركي بعد حرارة قبل لدي بعد قاب بشم حاو تاقنته معيار إيسا سنين وحق قوان له هول ما قنباته
ibn taymiya asagu markuu dacaadinayo qoliyaha wuxuu yidhaahdaa wuxuu yidhi in la niyeyso niyada lagu hadlo wuxuu yidhi waa khata'un fi shar'i wa khabalun fi al'aql niyada in lagu hadlo buu yidhi waana khata xagga diinta waana dabaalnimo iyo nacasnimo xagga caqliga garashada iyo garaadka waxaa la mid tahay baadoo baris lagu keenay habaysan iyo hilibkiisa qaadan la soo dhex dhigay oo yidhi waxaan niyeystay bariska inaan cuno kadibna aan ka noolaado gaajada aan iskaga babiyo raggana iska dhacsho maxay tahay waxaas wuu ka hor yaalaa siyaaratay waa lagu keenay meelaad niyeysatad u baahan tahay inaad cunto bini-aadamku bini-aadamku wixiisu waa iraado camalku waa camal iraado qalbiga ka imanaya nabigu inuu gaabiyo wuxuu yidhi midkiin hadduu masaajidka soo aado oo masaajidka uu tago salaad buu ku jiraa ilaa intay salaadu xabisayso salaad baa u socota qasdiga iyo ficilkaasaa lagaa rabaa ilaada allahu akbar tiraadan salaad ma aadan gelin wixii intaa ka soo haray waa warbadniha la iska daayo takhriijaadka fuqahada qaarkood iyo mutaakhiriin warkood aan lagu lugeyn sheekhu laftirkiisu niyada hadda markuu fasirahaye tacqiidka hoosta uu ku sameeyey ma waafaqsayn oo niyatu wuxuu yidhi sheekhu alqasdu فيحضر المصلي في ذهني ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرها ثم يقصد أو يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لأول التكبير الإمام النووي في شرح المهذب وكسو قوري من الحرمين غزالي في الوسيط يا محقين الشافعية إن الله باهن هاو شايدا وتعقيد بيدنا الفقهاء الشافعية شرعوا ويفوض ضهيبا استاغن يدا واحد كوكبتا salaada tukanaysa afar weeye kow duhur baa la yidhaahdaa labo farad weeye allah kugu lahaye inta horta ma ogaataa balni ku qaba marka qalbiga wadaab isu sheegahay mar aad ku soo qabatay mada isse waa ku soo qabatay yadu wuxuu sheegaysa ruux kale miyuu u ramisaa isu waramay waxaan hadda aad ku daruuriyamayso soomaadan soo qalbiga kuma haysin qalbiga yakfi asaga kugu filan sheekhu marka tacqiidka dambe uu adkeeyay maaha musallam ruuxu markuu soo weys duurki ma la gaaray ahaa wuu ogey wuxuu tugan duur yahay waana u taagan yahay maxaa kaloo dhiman wuuna u labistay qibladuna u qaabilay marka iska howlaha la iska yareeyo wa kaana sallallahu calayhi wasallam yaquulu wuxuu odhan jiray innama alacmaalu acmaashu waxay ku asaxdaa ama ay ku xidhan tahay biniyaati qasadka iyo ujeedooyinka wa innamaa likulli imri'in ruux walba waxaa u ahaada uu helhayaa ajar iyo hawaaba iyo dembi iyo macsiye intuba maanawa wuxuu niyoodo xadiidkaad 40 aad ku soo barateen wax badan kaga ayuu noqon mayno at-takbiru allahu akbar sibu baa takbir sibu baa biya at-takbir allahu akbar sigina allahu akbar sayto salaada allahu akbar ku xirato niyadi waa qasd waa fi'l waxa weeye niyadi iraadadi iyo go'aanki qalbiga ahaaba toomarta kadib maxaa ku xiro dhawaaqi sharci uu sheegay oo allahu akbar ahaa ثم انت كده مركو نبيغو نيهيستو قبلتنا او قابلو وها كان وها صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه صلاه كي كفر فرتوها بقوله وديس او يراهدو الله اكبر الله وحول بكوين وامر بذلك كاسون فري انو سدا يراهد المسي صلاته نك صلاه سبيه يهليي طيب كما تقدم سيدي صهر مر الله اكبر انو يراهد وقال له وحنا كيري مسي صلاته أو صلاته إنه قسئه أما إنه وري شأني إنها نوكي مادة حديثك الله بضب وي مادة لا تتم مرة ما يستر ميس صلاة صلاة لأحد من الناس أحد آدمها كمدة صلاة أب حسام ميس حتى يتوضى إلى ويسقى تؤ فيضع الوضوء ويسد أور لغاء أمر يوبيها مواضعه ما إيه اللغة تلقى للشريعة وجهه يقعمه يمضح إلى لغه ثم يقول كدب أولا ملك ويسد رما يستر كدب تويس قطنشه الله أكبر الله وحبه كوي الله أكبر من كل شيء وكان يقول وحكو نبي أورن جري مفتاح الصلاة صلاة فرهده وحاوي اللقو قالوا الطهور ويسقاد ويطهر قادش وتحريمها يعني فره اللقو فره اللقو باللابوي يعني حدد كأي النجاسات كأي صلاة كامن عيوة قفل وي قفل باكو وحرم بمعنى انت ويسال آنت هاي قفل باكو كتشبان qufulka waxaa lagu furaa oo lagu jabiya tahara qaadasho at-tuhur sida uu miftaahu salaati at-tuhur saasa looga jeedo dad in lagu gadaana aswaba wa tahriimaha galida salaada lagu galana waxaa lagu galana yaani markii hore waa mamnuuc baad ka ahayd laba dib laad u xidhnayd
quful baa kugu jabnaa weysaa la iskaga jabiyaa salaadna maxaa lagu galaa allahu akbar wa taxriimuha xarmashadeeda lagu galana atakbiiru allah akbaraysi wey wa taxliiluha waxaa lagaga baxaa ilaa salaad intaad ku jirto waxaa mamnuuc ka ah wax horaay kuu banaana shay horaan kuu banaanaaba markaa lagaa reebi oo lagu ogolay idan waxaad ku xaqad noqon ood ku xalaaloobi attasliimu salaama naqsi intayna marka sii gudagalay xadiidkan hore ee allah akbaru nabi ku geli jiray ah waa sidaa inoo dhigan wey waana sida culimmadu u badan yihiin laakiin fuqahadu way qodqod badan yihiin ma ogtahay a'imada saddexda ah maalikiyada imaam malik shaafici iyo axmed iyo asxaabtoodu saddexdaa wadaad iyo dadka raacay iyagu waxay leeyihiin allahu akbarta waxaanka ayan ku xidhmi maysa salaadu lafdiga nabigu inoo bardhabay ee u cayimay waa lafdi bidix iyo midig aan looga leexan karin nabi allow see kugu salina saa igu saliya seen u tukana sidan u tukada salluu kamaa ra'aytum an usalli allahu akbar dhaha lafdkaad allahu akbar waxaan ka ahayn salaada ku xidhmi mayso lamana ogolo waa dikri waajiba waa rukni asaasiya inay rukni tahay muran badan ba ma laha inaga soo mardhanka shaafi inay xanaabiladu ay qabaan xanafiyadu isagu waa shardi ka horeeya salaadu salaada ka tirsan waa inu soo tilmaan idan rukniyaas asaasiga ah lafdigiisa lama bedeli karo waxba laguma dari karo waxaan asaga ka ahayna lama adeegsan karay saddexda madhab ku tage annaga shaaficiyada ah yaa xoogo waxaan ku daraa waxaa la dhihi karaa oo kale al in la geliyo al in lagu daro keliya allahu akbar soo ma ahayn al un ku dar allahu lakbar allahu lakbar al baa lagu dari karaa oo kelimada iyadoo mucarafo oo la tacriifiyey iyo iyadoo munakaraa waa isku macnaa ayay yidhaahdaan shaaficiyadu laftarkeedu in laga joojiyaa fiican laakiin waa waj iyo qowl ay leeyihiin wey saddexdaa madhabad halkaasay mareen waxba yaana kugu sii dhibin ama alxanafiya iyagu waxay leeyihiin lafdigan maqsuud ma aha lafdi walba iyo ism walbo ilaahay lagu weynay in hayo yaa salaada lagu geli karaa almaqsuud waa in dikri iyo duco rabbi lagu weynayn salaada lagu galo allahu alcaziim haddaad tiraahdo way kuu xidhmi bay dheheen allahu aljaliil way kuu xidhmi allahu alakbar iyo allahu alkabiir kulli way kugu lafdi walba iyo dikri walba iyo magac walba ilaahay leeyahay ama rabbi lagu weyneeyo ood ku gasho yagfi bay taagan yihiin maxaa jira maqsuudku ma ahay dhaheen lafdigane waa macnaha sidiinuba raggiinan xadiidka ku takhasusay athariyiinta ah waxaanu ku baabadeen bay dhaheen inuu lafsi layska lalaadshee macnaha fiirsha marka waxaa la yidhi lafdiga aanu ku dhagna nabiga aanuba bardhabay asagaana ka fiican wax walboo la sheego لأن اللفظ اللي معناه ما بجربة الله أكبر من كل شيء معنيه حتى كمعرف كما كان يكر الله الكبير بان كان الله الكبير يا أكبر فرق بوضح حي مبالغية وهم حي صفة عادية طيب تفضيل بكجر أكبر من كل شيء كبير وفعيله كجرة مبالغة لكن لم يدم معها الله العظيم الله الجليل كل واللفظ النبي محمد كوبر دبي محاض أوقف بايد هرت أوضب بالمرتين محاض كوكا اللي فاي إن 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 صعود ما يزهدي macnuhu sharci u maagay baa jirta ilaahay baa yaqaan rasuulkiisi baa yaqaan ka leex lafdigaa ku dhaga adoo intaas way jirtaa un la socdo aan ka socdo xadiidkan dambe ee innahu laa tatimu salaatun liaxadi min annaasi xataa yatawadaa fayadca alwuduua mawaadicahu uma yaquul allahu akbar bacdu almucaasiriin baa daciifiye xadiidkaas oo waxay leeyihiin waa xadiidu rifaacat ibnu raafic alansaari weye xadiidku xadiidka musii salaati aad u sharxi jiray ku marteen sunanka iyo meelo badan riwaayada lafdigan uu ku yimaado salaadu ma dhammaystirmayso ruuxna salaadiisu u buuxsami mayso ilaa uu weysadan meelihii loogu talagalay marasho kadibna uu yidhahdo allahu akbar lafdigaasi kuma imanin bani ilaa fii riwaayati isxaaq ibni cabdillahi bni bixlata alansaari can yaxya can cali bn yaxya bni khalaad can abiihi can camihi rifaacat bn raafic alansaari albadri sidaasay yidhahdeen laakiin waa waraan jirin wey xadiidku waa sugan yahay sidaa darteed xadiidka waxaa wariyay tirmidi wuuna waana xasan buu yidhi waxaa saxiixa alimaam alxaakim ixtaja bihi nasaa'iyu fii sunanihi sughra waana saxiixa agtiisa wakadalika ibnu ljaaruud bukhaari baa rajaxay xadiidkan riwaayadiisa min riwaayati xajaaj ibnu minhaal can hamaam ibnu yaxya can isxaaq fii taariikhi alkabiir waa rajaxay wuuna ku xoojiyey riwaayaadka kale alimaam albazaar wuxuu yidhi xadiidkan musii'i salaatii ku saabsan laba saxaabin baa warida
يا ورثه ابو هريره ايو ايو رفاعه بن رافع الانصاري وحون يري حديث كرفاعه كف دميستر ميدك ابو وهذا الحديث لا نعلم احد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رفاعه بن رافع وابو هريره وحديث الرفاعه اتم من حديث ابي هريره واسناده حسن سداس حكمه وكذلك وحانا كجر حديثك وحكمها ايو لفظ الشيخ لو هيست بزار حكمه الامام ابو حاتم الرازي يا ابو زرعه الرازي في علل ابن ابي حاتم ايونا وحي رجحين حديثك الشيخ وبابا يستي روايديس طريقه كيمات مرك حديثك حديث صحيح وهي ورك اي عسرنت شيغنا قيمه ساسن بلها waxay ka cararayaan lafdiga Allahu Akbar sheekh isku dhibay hadith aan fiicneyn oo la isku haysto muxuu ka doonaa hadith saxiixeen ka fakaanayo kabir muuska keensado wuxuu sheekhu rabaa lafdiga la tatimmo wa kaad yahay salaadu ma dhameystirmayso ilaad weysa dhameystiran la timaado Allahu Akbar naad ku gasho wixii kala marka la iska daayaan lagu lugayn way wa kaana wuxuu aha sallallahu alayhi wasallam yarfa'u ki kor u dhiga صوت ودوقيس بالتكبير عدكيس كرب او قادي جري حتى يسمع الى ام قشي عدكيس من خلفه عده كدنبيسه حتى يسمع من خلفه لفظ حديث كوي من ماها حتى يسمع من خلفه لفظ حديث كوي من ما هو روايه بالمعنى من الشيخ وشان نوع له برارو اي وحن صار النبي صلى الله عليه وسلم وتحرن جري وان مقشين جري تكبير تكرب او قادي جري وان مقل جري جهري طبق كدن باي مقله هي بوشيخ وكو عبر حتى يسمع من خلفه ان هوش وح محمد ليس لما ربي هذا امام تاعي وان مقشيس روح الصلاه هي خرشدها هي تكبير سغاسي وكو دبا صد مامومك الى لو كدبا تاغن هي مغدبا نكون كرتاي طيب مركه لفظه حتى يسمع من خلفه والروايه بالمعنى اي ما اها لفظه حديثك طيب وكان صلى الله عليه واله وسلم اذا مرض هضوب كودو حنوسن نبي هدو حنون كسو كردو رفع ابو بكر باكر قال جرى صوت ودوقيس ابو بكر با اسو عدكا قاد جرى يبلغ الناس ددك اسو غارسينيا تكبيره تكبيره الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك يويه وحنو سنه النبي ما دقم بدن ما هي واغ وحنو سدي غيريد حنونك ودنتي وسن كا كين با وكي دور غور النبي كدبت كدا ابو بكر مرنا النبي امام نو ابو بكر دبا تاغان مركا عدكيسه وحا غدبن هيي ابو بكر مكون نبي الله اكبر يا لا دكتور ما مقلهيان الله اكبر مبلغ سما يارك مساجد حرم كو قال مسجد النبوي يا مسجد المكيبه مبلغ با اسك تاغن ميدكا سلاديس وا باطله بالاتفاق ميدكا سلاديس وا باطله باتفاق الفقهاء علمادو waxay leeyeen haday baahi timaado haaja aan laga maarmayn imaamki in codkiisa la soo tabiyo say oola socdaan maamumiintu تناقلات كسين ما يقولوا إمامكم مرأي ولازم وهي بنانتها لكن هدي إمامك لا أركو أما التكبير تيسي لما قلها أيو إن أعضوك التكبير سوتو تدد كان قارسين سادو أخو برويسا هذا ما كان حرام كان تكتوزو ما إذا أرك إمامك تيسي بعد أخو دل عينيس مكروفونك بحال كان كاسار ولكا كاقر دقان وحقا وريا كاير قاقيا كو قوان با نين با بس كتابر نواقي وحتى أذكارتي سمع الله ودنبا كامس قولين با وهذا باشر الى رئيس ما يدارك من كاسلات سلاد ثم اصحين صلى الله عليه وسلم marka lugooyada hal iska ilaali lugooyada ayaan lagu lugooyin hadii imaamki loo baahdo in codka laga soo tabiyo baahi keenta saxiix laakin imaamku walla maqlay takbiirtiisi oo asaga dhaw qisiba la maqla inaad ka daba dhawaaqdo waa dhaqan xuma sharci ama diintuna ma ogolo fuqadun waxay dhahayaan saado ku bureysa wa kana idha marida مركو النبي وحنو صلى الله عليه وسلم رفع أبو بكر باكر رقلق جري سوته وعدكي سيبلغ أسوه وقارسين الناس المسلمين تكدب تكن يصوبنا تكبيره وتكبير النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول نبي وحنو جري إذا قال الإمام إمامك هدو يده الله أكبر وحنو فقولوا ده الله أكبر نويت أصلي مياد هيسان يصلي فرض ظهر الله أكبر ده النبي ساس وكله يحكي له هل الجوجي طيب بوقتاي وحال يدي waxay dhayn Soomaalidu caada la khilaaf ara Allah ileedah caada la khilaaf ara Allah ileedah waa qaanun dijsan la socdo waa qaanun dastuuri ah oo reemiyo ku dhaqmaan way dadkii marka uu intay uu aqligeysteen nawaytu usalli ya farada dhuhr ya hawlan baa lagu soo waday war Allahu akbar ka bilaabo subanaha ka bilaabo jir oo saxaaba ka bilaabo jir oo madaahibti aad ku dhaqmeeseen baa sidaa qabta lagu karimaayo
bal waxay ku arkaan inaad wax kale ifad qaal la wado oo diin dadaba ka tuur ah oo cusub adalka sanka gelinays imtixaan ba taagan وكان يقول اذا قام اذا قال الامام الله اكبر فقولوا الله اكبر حديث كنا ومن حديث ابي سعيد الخدري وهذا معاصرنا وحي كعليين وحال تفرد عبد الله بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وليس بشيء او شعل لازم علة جرتما فقد احتج بحديثه احمد واسحاق والحميدي وقال البخاري مقارب الحديث وانه يترمي كسر مري طيب نقانع وصوي حدان صلى النبي وري انه صحيح يا اما سوين حديث كان وذلك نقدني احاديث صحيحه كتبه وكفي عن باجرتين مخو كان اماغي صحيح معناه اماغي وحان له مخو اماغي لفظه عاد با كجرا احاديث صحيحه كتبه وحي اهين اذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا اما اهين فقولوا الله اكبر فرق بين ادخيا الجمله الاسميه اي الجمله الفعليه تكبير صد او جمله فعليه يا الله اكبر فرق بين ادخيا تكبير صدا وحان لو فسري كره اله وينيا لكن الله اكبر ده واطعين لفظ بردما وين بدخين ميدق منا ميلان لا مري كره ساس ودادك او دورتي سيده احاديث هوربا marka macnuhu u doortay macnaha sa ku jira hadiba la ila hadith kan abi sa'id dha'if ba ku jira waxaad meel aad ka marayn ki ali ibn abi talib fi musnad al bazar oo asagu sahih yahay oo hafid hadr il wa sahihna ala shart muslim tayib oo ibn al qatan al fasi asagu ruwi wa hadith sahih fi غاية الصحة بيان الوهم والإيهام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر مركة وحاوه لبضى تاضون تاوه دور أما حديثك أبي سعيد فرحة كقا أما متك علي لونتا خوك لا ضيك وطال أما كي هرين نصوم ريمحوها رفاعة رافع الأنساري مركة حديث السلاس وشوق أمال مركة الله أكبر بل لقوك لي وحكا لقوك لي أنا مجر باب رفع اليدين gacmaha in kor loo qaado marka la xirnaayo ilaa Allahu Akbar tii waa la artay gacmaha waa in la raacsho wa kana wuxuu ahaa subhanahu sallallahu alayhi wasallam yirfacu ki kor u qaada yadii labisa gacmooda barakeysan taarata marka qaar kood maca takbiir Allahu Akbar tu raacin jiray mar uu israacin jiray Allahu Akbar inuu ila israaciyo oo isla socdaan xadiid kana waa xadiid badan baa ku tumaana sida xadiidu u badan tahay xadiidu waxay u badan tahay in takbiirta iyo la israaciyo rafcul yadayn oo isan kala hadin حديث صحيح كتمد السنن كي مساند اكثر ما ورد في الباب احاديث كسورت باب كان رفع اليدين وهي وبدنت ان لا خيريو لا اسكو لرو تكبيرته يا غعمه كور قاديده وتاره مركه قاركودنا بعد التكبير الله اكبر تكدب غعمه قادي جري بعد التكبير والله اكبر تهرين الله اكبر غعمه مركه خيجي جري الله اكبر غعمه خيجي جري روايه مرك بعد التكبير شيخ هوست و خيو دغه انيغا وها سو ساري بخاري و نسائي بخاري و نسائي سيده صواب كان بخاري مسو ساري لفتغاس ومن افراد مسلم حديثه هو من حديث من افراد مسلم بخاري حديثه اصل كي سو وريا وريا لكن لفظان تصحيا ان تكبيرته اي هريسو كدبنا دعمها كرو قادو مسلم بلا تفردي سيده درت يد با الإمام العراقي في كتاب طرح تطريب بشرح التقريب وحيل هذا لا أعلم أحدا قال به لا أعلم أحدا قال به ننفقيه وقبه تكبيرته هو الرئيس كذبنا قعمها كورقات ويكلا تقيني موقت الله أكبر حق يوصع تمر ضمد ما يرقو الحسن موقت باشني ويوصع تافيعا الله أكبر waadu gacmaynta maxad way sita lagu leeyahay marka tan markoo yar adagtay taaratan bacda takbiir taas wa min afraad muslim muslim ba la tafrud bukhari mawri lafdigaas haafid al-iraq wuxuu yiri aalim ku dhaqmay oo sida qaba ma ogaa anuu wa kadalika al-hafid ibn hajar sunu fi al-ibaraga sida suulada wuxuu yiraahdaa walam ara man qala bi taqdim at-takbiir ala ar-raf'i ما أرق بل وحيري تكبيرتها لغو هرمريا قعمة كورو قايدة وقعمه هادم بي تكبيرتنا هو الرئيس شغل بان لك أسوي حولي ولبضو صدح دو يصنو ويبنان تاي وحولي لك أسوي قرشاة طاول منه إيسا كتاب طاول منه اللو يقام إنه يهي قول في مذهب الحنفية وأرنوي حنفية دو قولك واجرة لكن مركان فيري هو قول ضعيف أكتوه إنه قد أنه شافعي نسو أقوال من لين قوي ضعيف قول معتمد مثل قيل بعد سمك الجرو قولك حنفيه ورنيا
تكبيرته الرين رفع عن الضمبينية وقول أن تبربنا معتمد أهين في مذهب الحنفي لكن مهمد وحوي إن وذات كل جهري أنت أصو شقق الران منيني رواية مسلمنا وحديث صحيحة وذات حسكين شذوذ كل شيء وح شذوذ كل شيء متجر أي مدي هراء لن سازع تك كمارين نين شرح ينضل مرة حتى حافظك يقول ولم أرى من قال به وضعيف واي عراق وأبح واي برك وذات دم معاصي وركيس كم متجر طيب هذا كل رقم يسيء هذا كل رقم ينبع المهم ومضوا لبعض كله وبدنيين إن ورفعه الرأي بقى وانت قاعد نقول قاد الله أكبر أتراه إن إسرائيله لبعض سهلوا بدنيا إن آت تكبير صوته كدبنا قاعدها مرضا بقى الله صور له فتو ومدة وعنود ليه وحكوا رقم ما نارك وتارة مركا قاركودنا قبل الرفع قبله قبل التكبير عفوا قبله قبل التكبير تكبير تورتيات بقعمة كرقة الجري هو استشاع حقوق بطي بخاري أبو داود باورني صواب كنا ومسلم باورني بخاري حديثكم بورية لكن رواية سيدة وعضين إيسا مسلم لابد مسلم بأسكاله مركا الله اسكال صحيح وشاس لابد قابو حقوق عدي أصل كشيخ كتابك أصل كتابك كمان مرمو لابد هوري أنو أنس كوري وسائس كقصحة وحانو أن لا يمي شيخ أبو عدي أصل كيس أصل كوين صدح ذا مجلد كأبو صاق وعضينية لكن خلاصة دي مكو خلاصين هي بحقوق وصق وقال أما واسكتي صور مسيكتا اسكجرتا ويحضو قرنا يا مربنا كي يلدو فيسا وكان صلى الله عليه وسلم حقا يرفعهما قعما كي كورو قد لبدا قعمود مركو تكبير سنة يحرن أيو ممدودة الأصابع فره ذو اللتاقي فره في الثن ساقو في الثن مصاصة ديه مصفره واتفين قل يا صاق اسكدي موقت ودفرين كجبينين ورفرا وإن لتاقوا الله فديه طيب ممدودة الأصابع لا يفرج مكل جنتن بينها بين الأصابع سدا مده جرين ساس إن لا يداد سدا ضم حمو أفرح لقاق قلي ولا يضمهما إسكم قبن جرين ومد من جرين سا إسكم عيدي جرين وسدا تكم موقتا لا يفرج بينها ومسلم ولا يضمها نواء إن لسكو لجيو ضم وحوك لو نغنكرا إن سدا لا يلا ضدوبه ضمي وحوك لون نقطة تنتمو يعني تفر ضبطان وقول نقطة بركة الله ماذا معنا بالله ما أقول وأنا فرها في إنسان لوجيه لكن ما دام اللي جسوا هلا يفرها فروه وإني في الثنادان وبح سنادان حق أن أي توسيه ما قبل هذا لوجيه مسوى اللي جتشيه دين وحاجيته قا صحيح إنسان الله ليه قبل هذا لوسي جتشيه دين ما تشره إنسان لوس رجف وسيف لقى دجنا ما تشره إن لباب عنا ما تشره إنسان الله ورنا ما تشرته سيد كورد بير أم بالله إيمان لكن ما دام حدثه يكتم فروع أذني يسولك هي فرها يونبي وقابلين جري دجه وحلق فهم يا قعنتوا إني مركزي باب عديد أسيجد قبل ذا ابن قيم نزات كحول واسدا إن ليله وأنا قعمها أسيجد جيس قبل ذا ودو حيل هذا وحنا سوكم المجري وحلق يا با إنه أوقع قياس قاتي فرها اللغة وحديث حكومي ما دين فرها لغها مركز سجود سنتها وأنا ترجع ذو سأسي قبل أسي جلس صالة ما أقوله تضم كي تكون فرها الله بعد جلوها صمين أراك وإنه قال دونا فرها لغها وأنا سيدا تراب وعرب تظن حق أسي جلس تي باب عوض فرهنا حق أسي جلس دار مركز ما دام فريه أدمي له الصبا قبل الأسي جلس لي كونا وين قبل هذا مع الباب عوضة صعبك سيدا صدوق قياس كواجرة لكن نصعد متجره نصعد متجره حديث كان أسوق هذا إنه هين اللحاد حديث كان اللحاد هو ولا يفرج لا يفرج بينها ولا يضمها حرو وربا كجرة وربا كجرة أدبا لغة الله وذا داء لغة الله ويضعفيا وحليهن وحمصار ولا لبل لفظي لبل لفظي بسوقن نبي أمكم الصلاة أتى كان يرفع يديه مدا كان يرفع يديه مدا مد جاسوان وارجن يده ووان ومعقول وحديث كتب من حديث أبي هريرة أنا يا سيد ولا قبسط حديث هذا أنا هنا كان يرفع ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها ومن حديث أبي هريرة سيد مشهور كأي حديث ككوب بدنا وإن لا يداه ذو نبي رفع يديه مدا قعيه سو تقرق هذا أسوه تاجها يجها هي إن لا يفرج بينها ولا يضمها كما إيمان بينه طيب
رواية كلو حكوي مد كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه مكو صلاة النبي وحرام يفري يوسف فرينجري أحمد حنبلي علي من المديني إسحاق محدين محدين تفقه كفي عن وحيدهن يرفع يديه مدا ينشر أصابعه إذا كبر للصلاة وأسكن معنو وام حي وحيدهن والتسوية فرهو إلا السيمة ولك لقلو عنين ومع ذلك الله يسكن ضمه فراها إن لا تسمو أو لا يسكتمو محيكوسو الرسطي وحيكوسو الرسطي لا يفرج بينها سامد يجرين ولا يضمهما إن ديديسا لبدي حديث النشر أصابعه يرفع يديه مدا وحيكور إمانيا ولا يضمها لكن لا يفرج بينها وإلا صعوتها وإلا صعوتها ويوافق سنتها سيكاستوى النقطي حديثك وذا دامرك قابكاس وعليه رواية هذا إنه قرآن وحوي ورواية أبي عامر عبد الملك العقدي أستغنى أن لا تفرده بها الليلة هذا وهذا دقب كوع الليل لكن ضمي وحالي كان وحي أجي ذا حديثك أمر ضمي وحي أجي ذا مدو مجرين مدو مجرين وطنطوما كمان يجرين سيسوا فقا نبك فراه واسيم جري وانا تاق جري وانا توسين جري اللو جري مدو دو بجرين بارك أنت تأويل لهلا حديثك أن لقول أرض الضعيف ولقى الرؤية ومع ذلك علماء بدن بحوجي وصلاكم مرتين وكان صلى الله عليه وآله وسلم وحوها يجعلهما كي كيالا مركو كورو قاضها حدو من كبيه الذي سقربو آدن كود ملكو آدن قربو لسيم جري مرة وردها فنجري طيب يجعلهما حدو من كبيه أي تلقاء من كبيه أو تجاه من كبيه لبدا قرب مقابل كود آدن قربو لسيم جري ويساس وربما وحلق يابا كان يرفعهما إنه قعمها كرو قاضو حتى يحادي إلى أولقى بلا أكبيكو بهما لابد قعمود فروع أدونه دقي سفيد دوضة لقاها في الدوضة إنه كرب أقاضو لقاها في الدوضة قيو يا الله قيابا مرنا أقربها الله سيما إنه أقربها الله سنتو إنه أذكر أقاضو إنت بواء النبي واسمين جري وضع اليمنى على اليسرى والأمر به قعان تنبديك إنت تبيح لدول صاره إلا أن صلاة قبلها استاغني استاغبان نكو استاغني وان حراني قعمي كوربان وقارني حق مركان لغينا حقين لغينا وان لسوي دي ميديك تي بدي حتى يبا دول مارينا وان لسوي لبدا قضبا كوارنا وضع اليمنى ميديك تي إلا سارو إلا دجي على اليسرى بدي تبديح لدول ديغو والأمر به يفرد لا إسفراي وضعها أساقا والأمر به بأن يغنى بها طلب أقر يميه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع كيسا رأو الدجية يده اليمنى قعان تسمدك عالوسا تبليح بدل ساري جري وكان يقول حكل أورن جري إنا أنه معشر الأنبياء أنبياء هدان النهاي أمرنا وحان لفري بتعجيل فطرنا أفرك إنا نددجين هدان صوم النهاي قرح المكي اللي بدبا إنا أفره وتأخير سحورنا هرابتنا أن دبو دقنه oo ina saamin leey aan la suxuurin 9 saac 8 saac marka saadu soo dhawaato xagana laga gaari karo suxuur la suxuurto maxalu shaayidku waa an nadaa waxa ka wana la faray an nadaa ina nusaaro aymanana midigtayada ala shamaayna bidixdiyada gacanta bidix inay hoos marto ta midig sarayso fi salaad salaad gudheeda hay kan al-imam al-bayhaqi baa dhaifiya nawna waa dhaifiya fi sharh al-muhaddab سيدا موقتي ظاهر كان حديثك إنه حوجين يهاي وي حديثك إنه حوجين يهاي وي حي لو عمر خاتك حديثك عمر ابن عمر بأم خاتك عاي عند الطبراني وحديث عائشة عند الدار قدني وحديث أبي هريرة عند الدار قدني وائل بن حجر هي شداد من شرحبيل حديث دورة معناها كنت ما أدى حديثك إنه حوجين يهاي الراجح صادرتيد وحصحيح يا لابن سكن وحانا سند كيس صحيحي على الدين مغلطي من قليج في شرح ابن ماجه الشيخ ورتي مركز سيدا صلى الله عليه وسلم قعمها قعنت مديك بهوس بديح بهوس ماري مديك تذكر ساريس مساسة أولون وحقا أفور سواد قماتي ولولون كانت كت توسين إيسا وإيمان دونت ولولون كانت دبقلين وصاس بعد أود دبقلين مسواد قد بقعنت مديك وإيرو إيمان دونت ومر الرجل ومر نبي حصومري عفوا ومر صبن حصومري بالرجل نبو صومري صحابه كمده وهو يصلي اسوغو تكني وقد وضع اسوغو ساري يده اليسرى قعنت سبيدح عاليمنا تيمد ودول صار ميدكتي هوس مري ميدكتي ودول هوس مري بو سدايو
qoliyo sidaa dhihi wada arkay oo qoliyo garbaha haysta arkay saa u tukanay qoliyo labada garab qabsana wada arkay saa u tukanay qoliyo haa arkay saa u hayso xagana aamusan oo aan hadlaynin quraan akhrin maayo fataa akhrin maayo waad gar weyn oo qoliyahan suuq leeyda oo masaadkaasi isku tukan jiray waagu ugu dambeysay ayaan ku arki jiray dhowr qor baan la hadalay karibi weynayba taayib saas uu qabsan hayaa uu taagnaa inta salaad faataxa la akhriyo suurada la akhriyo haddana uu rukuuci saasuu saada ku dhammaysa wax walba sabe waa wadaadkii xajkii 2007kii baan wada xajiray markaasuu baala iskalshooyin oo lowga u hayu gashaday wardaa baan nuri hawshan jooji sheekh ayaa ifad iskaga tabay meesha waxba sheegi maysid wadaad miskiina tahay warba sheega haddii khalada lagu sheego dhibna uusan kugu hayn waa laga fogaadaa salaadaadii xajkaadii iyo sadhib kaaga geysan dhidi marka iska hadayba sunna khilaaf tahayna kaba sii daran kaba sii daran fantazaca nabigu markuu arkay saxaabi tukanhayo gacantii bidicay kor u jirto midigtana ay hoos taallo fantazacaha wuu soo siibay midigtii buu soo siibay ama bidixdii buu siibay oo jiiday fujiyey wa wadaca alyumna midigtii buu saaray calu salaatii bidix dusheedu saaray sidaasuu nabigu yeelay ninka isaga ah ibnu mascuud inuu ahaabaa riwaayadka qaarkood tilmaamaya saxaabiga saa ku khaldamay ee gacanti bidix kor marshay midigtina hoos geeyey ibnu mascuud inuu ahaabaa riwaayad tilmaamaya xadiidkan sheekhu wuxuu u tiriyey axmed abu daawud ibn saad saxiix waxaa daciifiyey barkood sawaabkuna waa inuu saxiix yahay maxaa jira xadiidka laba wej buu ka yimaadaa xadiidkan min xadiidi jaabir oo nin laa maxamed xasan alwaasiti baa la tafuriday in laga dhiga xadiidii jaabir ninkaasaa la tafuriday daaraqudna ceelka wuxuu ku xukumay inuu khata ayaa kaas waxaa soo haray marka xadiid ibnu mascuud xadiid mascuud hal wadaad baa warsho oo ka qaata asaga oo abu cuhmaan annahdi la yidhaahdo wadaadkaasi xajaaj ibn abi zayn ninaa ka qaata xajaaj ibn abi zayn laba arday baa wax ka warisa laba arday yaa wax ka wariya mid waa yaziid ibn haaruun alwaasit uu irsaaliyey xadiidka mursal buu ka dhigay عن ابي عثمان النهدي ان رسول الله مر على رجل ابو عثمان النهدي هو تابعي نينكا لباد حديثه وري هو هشام بن بشير اسو موصول بو كدغ سيدنا كو وري نينكا هشام هو متابعي محمد يزيد الواسط ان ليراه روايه موصول راجحه وان تدارق انه رجحي سدا درتيد وها صحيح يا ابن سكن في صحيحه نووي في شرح الخلاصه عفوا ابن قطان الفاسي في بين الوهم والايهام marka saasa raajax wada dalika ibn abdul bar wuxuu yiri wa hushaym ahfad mimman arsal huwa sawab hushaym ibn bashir alwasiti iyo ibn harul wasit dad la isgarab dhigo hushaym baa xugan waas la eegiyay hushaym waxaa mutaabici wadaad kale maxamed ibn yazid alwasiti la yiraahdo idan horaan ba anaaba ku cishan haya ama ka xug badnaay hadaan garab helay maxamed mudda bor ba ka cadi إذن رواية موصولة أي حق بدن حديثكم مركون صحية راجحة تضعيفكم ما تبر بدن وضعهما على السدر قعنت مدقين أي سرين بيدحنا أي هوس مري وأغاتي نبي محمد الله فري أم بيدي نبي حتى منكر أركي وتغييري سحابي وكل عي وكبد لي هذا بحق قال الله دقي أنت إن وضعها على السدر أين قارن إنه حديثك الدريري إنه قراصة كوبان في جامع الترمذي مركن سو مريني حديث باب كنت من اوري ولادك و هو يري صحابه يا تابعين تو مثلا هو اسكو خلافين وحين هو اركين ان اي بنانت هي غعما ان لا دغو لابته ان لا صار حدونته كركو كركيده ان لا دغو ان لا هوس مري انت اي بنانت وراوا ان ذلك واسع وحي اركين صحابه يا تابعين تي gacmaha malaabta saari oo xudunta dushe korkeeda ah xudunta hoosteeda saari maalmeena naasaha ku dhawaad geyn intaba waa waasic weey sidaasay salafku ay mareen ahadiisda ku timid gacmaha in la saaro laabta la saaro laabta oo xudun agteed iyo meel u dhiminna aan la geynin dacfi baa ku jira xadiisu sidiisa ugu asaxay waa adag tahay in la helo marka aad yaan la iskugu dhibin aad yaan la iskugu dhibin xanafiyadu waa aragteenoo xaqiiq qabsadeen xanafiyadu meesha xudunta hoosteeda ku dhagahayaan wadaadihii soomaaliyeed ee tabliiqa noqday ayaga raacayna madhabkadu bay soo qaateen waxaa arkay markay ku tukeen gaaris masaajid oo aad tagtay meelaha iyagoo meelaha ku dhaga wahaabiyadu halkaa kore ku jirtaa
حقيقه ماشي قبسن جن سؤال كان ما هي طيب ان الله اسم امتحان هوسنا ان العاد محل لقى دون ميشا هوسه حسابها كدو محل لقى دون هي كركا يعنها محل لقى دون دحدن لا اسك قبسد ميشن علوش ما رت علوش بلع يدا هلكا لا اسك صار يدا اول سهلا حق يدا اول سهلا حق النصشده تن هوس حلقه يبا قعمن كدال ما اي فورر ان قعنت هوس ادو حساب كلا بلون ولا لقى يابا تن وبا لو دال ايدو شقيل ساسا وليدا وا كو دال مدر طيب إن أفاتر هذا المقابل هو قليمان طرر مركز لحظة إلا قبصدوها يا رون حديثه كنت منا ضعفي باكو جرابة كيد حديث سلف كأي توسع أو أركين ويدي هين إن حضون تكور كذا لديكو أما لغوه اسمريو أما لغوز لابت الله سارو إنتو وواسع أحمد أسوي حول لابت الله ما ساري كربا لابت أيضا ما بلا ساري كربا وحسمية مما هين أحمد وكوات كاسو هو شايدر هو سلود جيور انجري حدون تكركيا ما هوستي هذا مركا واجي دعوة صحوة عصبيت بقى لسكو قولي بزي باشان هذا ولا غير فهمي يستي بقى سأل لسكو قولي إنجري وضعهما على صدري لابت إلا سارو قعمها وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يضع كي سارة اليمنى قعنت مدقو حديق جري على ظهر كفه اليسرى صعب كبديح دمدو كيسا بكرات كيسا ماشان كوري طيب يضع اليمنى قعنت من قحور ديك جرو سارج على ظهر كف اليسرى قعنت بذح صعب كذا دمدوك دب كراتك قعنت مساوك دوساري جريو والرسغ يعمى عمته عمى عمته الواقع رسغ واكن ماشي اي صعبكو يا لودنك كلا بحانا تنا عمى عمله الى ذا رسغ واكن والساعد لودنك لودنك انا واقرسين جريو هل كان لقب الله الى هل كاسي قارسة قعنت قعنت من مكان سيدار دهو وحيسكو هيسا gacanti bidix dubkaraadkeeda kore oo sacabki ah uma umti ama cukura waxa tirada daba cukura yiraade ila dhudhunki kale fiidisa oo intaaba waa laga gaarsin jiray wa kana yadu yumna ala dhahri kaf al yusra war rusq uma umtu gaarsin jiray halkan cukurada iyo wasaacid dhudhunka intaaba gacanta way gaarisay midig way qabanaysay way wa amara wuxuna fara bidalika arinkaas ashaabahu faray wa amara bidalika ashaabahu wuxuu wax ku jiray iyaha marka hada sa u fiiriso waxay u eegtay inuu sheekhu u jeedo wuxuu nabigu faray ummada in gacanta midig la dul saarata bidix ila ay gaadho cumaacumta iyo cukurada iyo dhudhunka gacanta ay gaadho midaan ma aha mid u jeedo wuxuu u jeedaa ahadiita ahayd wad'u al-yumna 'ala al-yusra bas u jeedaa wax ilki saayid musaad saacid u jeedaa wa amara wuxuu ummada faray bidalika arinka in gacanta midig la dul saarata bidix oo tabidix ay hooseyso midigtuna ay korayso nabagu ma dafaray oo intaas loo ma aha waxa loo jeedo macna hada u dambeeyay wadi faantay maro malay yaa lagu khaldan wa kana ahyana marka qaq nabagu wuxuu aha yaqbadu ki qabta bil yumna tamidig bu ku qaban jiray calusta tabidix ku qaban jiray saarida ya qabashadu way kala duwan yihiin gacanta gacanta in la saaro waa macne in la qabtana macna way qabashadu soo saama saariduna waa sida inaad dul dhigto inaad toojiso wal qabta labadaba nabigu waa sameen jiray wey sheekh markuu wuxuu arkaa labadaba inay banaayeen marnaha la saah loo dul saaro marnaha lagu qabto saas wulee laakiin xadiidku waa hal xadiis sheegay wadciga iyo akhdiga iyo qabdiga markuu xadiidku hal xadiis yahay hal makhrajna leeyahay riwaayadkuna iskhilaafaan waxaa la doonayaa inaad riwaayada rajaxan soo saarto inaad kiiba xugu madax bannaan ka dhigta lama ogolo quraanka hawsha la ogol yahay qiraa'aadka sabcada ama casada mutawaatirada qiraa haday khilaafto oo alfaadi quraanku ay kala duwanaadaan mid walbana macno gooni ay faa'iideynayso kullu qiraa'atin tuxsabu cala annaha aayatun cala xidda marka tafsiirka aad maraysa iyo fiqiyaadka iyo axkaamta laga qaadan qiraa'o walba lafdigeed waxaa loo ictibaarin ka aayad madax bannaan laakiin xadiidku waa ka duwan yahay wa alfadani quraanku way ka duwan tahay alfad ahadiis ahadiisa waxa gal riwaaya bil macna quraanku ma galo soo sida ma ah idan lafdiga nabiga ka sugnaa waa inaad dhiraan dhiriso kala socdo ila aad soo sarto weedhi nabiga ka sugnayd miday ahayd kadibna hal xukumad ka qaadato nabigu inuu akhdi samayn jiray iyo qabdi iyo inuu wadci samayn jiray labada inaad kala soo sarta la rabaa ila xadiidku waa makhraj waahida marka khulaasadu waa maxay kullu qabidin fahuwa wadicun وليس كل واضع
قابضا نين والبو قعنت قبطي وصاري لكن نين والبو قعنت ميش صاري مقوانين ما تم زمان ما كان صار له قعنت قعنت بانطول صار لكن ما ننتوجني سوشي داما هذا لكن ساعة يصير أن أن له محن زمي صاري ذي محن سكود داري يا قبشو مركا أصوب الشيخ مركا سيدا أصوب قبو حولي ومدول بسود دون ياسمي مرنا قبو مرنا طول ديك ويبنانتين وإذا دحنا فيه نقدنا يا الشيخ حولي بدعي اللي يماد وحيد دهين أنا سكود داره قعنتا وحيد دهين صدح فرودنا هالا دول صارو قعنتا اللوانا هالا بوقبت هو سيدي موجودا صدح فرود أول سولي فريادنا سهل دايده وام امتحان فرق اللوع السول حق جي لبط فيدي وهاودي رأذك وحا وحي وجه دائنا جمعيان سكينان قبضي يا وضعي طيب سيدو كو سهلا يال لبا ملا وكان يضعهما نبي وحو ساري جري لبضا قعمود على السدر اللابطة حبط كو ساري جري هل كاسي قطن سين جري وي سدر وات هل كان وعلوش صلاب يلا مكلا يقان عول مكلا يقان ما شاء الله بحنشدة لفوق كل ما ذا وح كوزة عولوي حضن نواطق أنا أنت كوري سابليد اللفطة أيو ساري جري ناس هذا قاعد أنا مركا الله مرة بك صندوق الله إذا هذا حديث كمركا سيج اللابطة ورواية من حديث وائل بن حجرية وأنا ضعيف عند الحفاة هي رواية من حديث هول الطائي أنا ضعف بقى كجرة ضعف بقى إنك كجرة لكن لو ظهر رواية مكلا سوقيه سنة كان الله في ريو حشوخ واسوه ليها ويسحوج السنة ويسحوج السنة أروب بركة إلى مقمرة إن ليدا لقد وصلنا محمد بن لابت ساري جريعة صحابة يتابعون انتو واسمين جريعة إن لابت سارا إن سورة سارا إن كوهس مريا أي سورة كورك يدام الجدا إن كوهس مريا سلف هذه ترمد أسوق قوري يا أحمد أسوق قوري أن ذلك واسع من الصحابة والتابعين قرانا ان اسكو اوغين نصوص تو ان لو فهمو سيدي السلف كو فهمي ان اسكو ايبن باو اركا حديثكم مركاسي شيخ اسو وا تحسينيا لكن ودا بدن وي ضعيفينيا حق السندك وي ودا ضعيفين وا خطا حديثك وائل وا صحيح حديثك هول الطائي ويلك سقي وسنا وا صحيح وحا لا دوري كرو وحا وي روايته وائل حديثك كجرتا يا ميد هول بكجرتا اي شيغيس سدرغا ان لا سار كلي أما لبدا حديث بوي السجينين كحديث لبدا حديث معنا بضم بشيء ووضعي بقى كده من بتقين الوقب تبيد حدا الوقب تو إيه إنه أبو صادق قابا وقاب حي وحديث داروي ابن حبان بصحيحية أبو علي طوسي ترمذي إيه ابن عبد البر أنا أيام بضم بكال مرك حديث هو سوي وحال أن كهل إنه حوى الرواية منفردة في حديث وائل والرواية منفردة في حديث هول بأطاي أو تلماميسة وضع وضع الأيدي على الصدر من ذا ضعف بكجرة وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيانها أمد كي كريبا عين الاختصار كليا قبصيغا في الصلاة صلاة لكليا قبصد إنا صلاة ترى كليا قبصد لما أقوله ظاهرية ذو حين صلاة الكبرى يسابع إلى أيو أدو تكون ذات كليا قبصد هوانك هوان هواني بالعانشيكو سودير قرد سيدة ذات كليا كل دكتو صلاة وابطل إلى أيو محاجرة حي النبي كار ربي ومنهي عنه والنهي يقتضي الفساد كل من تلبس بمنهي عنه في عباده فعبادته باطله تغيير قاعده لي يجوز القاس كل مره هي وهو اختصار كنا الصلب واسجدا امام عطب سو كيسنت الذي صلب قاسه كان ينهى عنه مد كرب جل مركا سدا جلاده حدو اغتا بالك معطب قاسه ميك صليب سو استلاب ما لبا غرباب وسدا يمد دور وسدا سو سدا ما مركا سدا تراد ما حد سميس مدخي كوركو مخو نوقد اي لوغه كي ديرا لبدان غرب خالص وي مركا ادو الهي عابد ان اد سيدي معاتب كو يستاغتو ود معاتبي نوقت محمديه لوغو اوغاي خالص وي مركا وا هول خطر معانيده لو ديده لو نهايه فقادو يعونود وخبدان باشي شيغان ودا وخاي دهن وخا لو ديداي اهل النار كا كو نستا أو نار كما كلا النار إلا أفوفي إلا الشدو بإنت النسيه كدكتان روح مؤمنوا النار كعرق إلهي بريا هاي منو أهل النار سوء كيسي لما أقلوا علماء كلا وحي الشيغين وطابعين بدلا أي كمدي صحابة بأي كمديهين يهود دائيا نصارى دا سيدا أتوكا دايدي أي أقاب كا أتوكا دو قعمها وقبصدا مركا إن قال الله خلافا وإن نسكو أغين معاني بدلا بوال الشيغة المهم محاوي
nabiga ummada ka reebayaan la iimanin ama tashabbu gaal ah noqoto ama dhaqan ah noor ah noqoto ama macaan kale baa ku jiray babu nazar ila mawdu'i sujud ubabi hay in la fiiriyo meesha aad ku tukanayso iyo wal khushuu in la xasilo salaada lagu xasilo oo aan indhaha la taagin oo meelaha la fiirinin madaahibta markaynu soo khulaasayno madaahibta badankood waxay qabaan markaad salaada gasho goobta aad ku sujuudayso wajigaad aad dhigaysa fiiri si indhaha usoo urursamaan xaggan aadan u bixin oo maqano joogaad aan u noqonin markaa sidaa tiraahdo wixii mar hayaba isha la raaci oo kii kale la raaci oo xaggaad fiirin oo aad qororsan marka qaarkood marka sheedaankuna uu kuu kaba gelay waa halis weyn laakiin markaad meeshan fiirinayso xoogow indhaha way urursan yihiin qalbigaaduna inta badan bixi mahayo salaadana sahwi badan kaa geli maayo marka shaaficiyada xanaabilada xanafiyadu akharu lfuqaha waxay qabaan annadaru ilaa mawdici sujuud baa sunna ah maalikiya waxay qabaan qibladaa la fiirin bay qabaan halkaasaa la fiirin cirkii dhulka meesha iska qabtaan baa la fiirin bay bixin maxaa u daliishateen waxay dhahe waxaan u daliishanay saxaabadu waxay dhahe nabi maxamed markuu tukanayo duhur iyo casar inuu qur-aan akhriyo waxaan ku garan jiray garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa mar hadday garhka dhaqdhaqaaqiisa arkeen waxay dhaheen maalikiyu waxay taa ku tusaysaa nabigay fiirinhayeen nin hoos fiirinhaya ruuxa ka horreeya afkiisa siisuu leeyahay inuu wax akhrinhaya inuu daaman ka dhaqaajin inuu dibnaha dhaqaajin miyuu arki karaa mayay dhaheen taa macnaha waxa weeye saxaabadu nabigay fiirin jireen bimacnaa qibladay fiirin jireen walidaalika ay ogaadeen nabigu inuu bishamaa dhaqaajinayo oo wax akhrinhayo halkaasay deliil kale ma haya halkaasay ku dhageen halkaas ayay ku dhageen daayib midda kale waxay dhaheen qiblada in la fiiriyo waxaan u taagano iyadaan qaabilay iyadaba inaha lagu fayaxiyay leeyihin ayuu macaanidaasay ka hadlaan maaliki maaliki waa laga xoog badan yahay maaliki waa laga xoog badan yahay wa kaana sala allahu calayhi waali wasalam idaa sallaa markuu tukanayo idaa sallaa markuu salaad galaa loo jeeday taataa ra'sahu madaxiisu foorrin jiray taataa ra'sahu madaxu degal ku laalaadin jiray wey khushuuc baa ku jirta waa inaad foorsato sidaa tiraahdo madaxa aad soo celiso cirka firinin xaggan aadan firinin aad sidaa tiraahdo wa rama waa geni jiray bibasarihi araggiisi indhihiisa نحو الارض حق دول كفيرين جري نحو الارض اي جهه الارض دول كفيرين جري هوستيس حديد كان ادو دارا قدني يو بيهقي ذهب ان رجب وحين رجحان انه يهم مرسل حديد هو من حديث ابن سيرين عن ابي هريره عن ابي هريره سيده الراجحه من حيث الصناعه الحديثيه حديد هو مرسل وان ابو هريره لغا ورن محمد ان لو تيرين با صحه laakiin ibnu siriin baa nabiga u tiirin jiray maxamed siriin rasuulka ilaahay baa sidaa dhihi jiray sidaasuu samayn jiray buu yidhi sheekh albani hawsha marka gar iyo xujo ku noqon mayso oo ibnu siriin cinda almuxadithiin maraasiluhu sixaax wa maraasilu ibni siriin wa ibraahim annakhaci wa shacbi iyo jamaca noocaasa mursalkoodu waa ka saxiix mursalu ibni siriin waxaa laga soo qaaday cinda almuxadithiin un lamid ah kalmawsuuli xadiid mawsuuli lamid yahay mawsuuli hadda mursal hadda waa la soo bartay bayqunida waa la soo jacbirsaan umaynhaya aniga lama weydiin karo marka ibnu siriin yaa wuxuu odhan jiray wa thabata anna rasuulullah sal alay slam kaana idaa sallaa taataa ra'sahu laba dhinac buu marka xadiidku ka xoog badan yahay isagoo mursala yuu khatar ka noqonayaa weliba uu la xoog yahay mawsuulkii dhanka koowaad waxa weeye maraasilu ibnu siriin waa saxiixatun cinda alxufaad dhanka labaadna waxa weeye xadiidka mursalka ah wadaadkii irsaday hadduu ku dhaqmo uu qaato waxaa laga soo qaadaa inuu yahay tasxiix raawi wuxuu leeyahy wakaana bnu siriin yuxibu anlaa yujaawiza basarahu musallah anlaa yujaawiza basaruhu musallah ama anlaa yujaawiza basarahu musallah wa thabatana wuu yidhi mar labaad ibnu siriin wuxuu yihi wakaanuu yastaxibuuna saxaabadu waxay jeclaayeen allaa yujaawiza basaruhu musallaah ruuxu in araggiisu uusan dhaafin meeshu ku tukanayo ood xaggaad u taagan marka xadiidku waa sugan yahay laakiin min xayu sanaac waa mursal laakina waa mursalun ka saxiix min jihatayn min jihad in la xujaysto maraasilu ibnu siriin cinda alxufaad iyo in ninkii mursalka ahe xadiidka irsaalay uu ku dhaqmay saxaabadan u tiriyey xaggana uu samayn jiray ummadana fari jiray
ولما دخل الكعبة كعبة نبي مركو قالي ما خلف بصره موضع سجودي حتى خرج منها سوصائي ما دقنا موسى كدب مرنوي موسى كدب ما خلف بصره موسى كدب مرن أرقيسه موضع سجودي ماشي كد سجود المفيرن هيو حتى خرج له نبي كبح منها من الكعبة وكصبح حديث كان حكوي ما دام من حديث عائشة ابن خزيمي حاكم بصحيحية أبو حاتم الرازي وحديث منكر إلى هذا ذهبنا سيدا سكر راعي أبو رازي أوشي مركة حديث عائشة سنة كسمك الله فيري أبو حاتم الرازي باكو قر له لكن شواهد دورة أي حديث كليح شغل بان أصل كتل مامي مركة انت سكر سكنان بان موتة وقال وحون يري لا ينبغي ما هبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إنه هذا في البيت كعبة جودة هذا شيء شيء إنه كجرة كعبة جودة هذا ما هبون ما رفع يشغل مشغولية هولية المصلي عن صلاة بالوجودة بيت كعبة نحو إن لقيها لما بن ما في عنه شيء مشغول له الروح المصلية مركا صورها كويا لك عبد جودة هذا وانك الغفر النبي الله إسماعيل باكو صورين إبراهيم إسماعيل بيصور كذا كل دجان قريش يا جاهلية دي وحاطوا من أبو بكر ترتريب بابيه طيب مركا مساجد يوم له لو عبادة يزن صورها ضد كم مشغولين هاي بلي على آذو قروح سنة أيوه حركة ضد كم مشغول وحاسو أن الله ما أقوله لا ينبغي في الشارع ولفظ علوس يحرم يا الله يحل حتى ويكاد تحت لا ينبغي هذا كنت ما ضب ما حب بدنه ما هبونوي لكن ما ينبغي لا ينبغي هذا كنت ما ضب في كلام الله وكلام رسوله ومن أشد صيغ التحريم والمنع وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما علمناه الشعر وما ينبغي له هذا لا ينبغي للمتقين لا ينبغي في سنة محمد وكلام الله وحق بدنته وحال الله استعماله شيئا مستحيل كأه أما آدي آسرع ودي دنيا بركة هذا الله سكاك إلالي بيت كهدي لي كعبد مبنان أما الله ما أقول وح مشغول الروح المسلم كي تكنا يي إنه دحيال مساجد الناس لا سوق لون روج الله دينه وين لقى في صدر روج بلين أو هل مذبع أو نحر حرطانين وضد كان مشغول لينين بلا ما طلب في رود وكان حق الله كريم حوا ودي في نقول ما دقت هذا دي أو لما أقول ضد كم وقت ابن آدم نفط شيطان بواز جوا نفطنا دوي سكتش عشها يحر كذا رتين له الرئيس وحافي عن بحال بلين وهل مذبع إن لا دبو قولي وأنا يوم لو تجيو يا مدين مل مراكز الجوعي مساجد واحد إنزل لديك بالعوي مساجد قارديسي والله سبدين متلال أما شميت في عن باسفي عن لغوس من سلح ولا قديك صلح وكلاء هل شيء نديك مايا مريار ما ديك هيا كرباش إسكت داروجي قضيفة صلي ما ديك هيا مركزا بورك كقعي مساجدك كبير لسه قال هيا مركز قدام باجا شامو بالوجوه جري وانت افرى بين انجو والله يابس هذو السجودان توكان هي يعني انك بف 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 قايا اكتادك استاقي سانك بورت بف تاقلي سنبور انك قبا فيف بلاك عايا تانو الرفاد هدي تانو الوقت بابي طيب عجيب وحنقو اركي سوماليدو بوقتها سوماليدو وقويس ادو خير بضموه مكاد فيرسو كتابك القرآن كاد بسوماليدو احترابان فهركي سنقو اركي قولي هاس كتاب القرآن ماشي بخاري يصح مسلم بصار صلوا الجناية حكور سارة كتاب القرآن وآخر سنة هي أصو كبق أبو أكتا جن يحي قرب استاج وحلقة منو كل استاج بركض بق لقي منو كتير صلاة أفرت من الله لجوا وأذكرها فاني كل سنة هذه مش ورسيد الوامع وهذا هو حاله وحكو قدم بيا بقايا حبو حبو وحكو قدم بيسا وحكو قدم بيسا وحين احترام دروي إيش كقطع يعني ورفاد ورفاد مساجد وهلق إلى لي حر حركة يقروح تزايد كا إذا كان مشغولين أيه طام عنده ما حرجيل هلق دي ما وقال صلى الله عليه وسلم وكان وحنا أبو سلاس جنها ومدى كي كربة عن رفع البصر إلى السماء إنها عرك إن لو تاب عرك إن لا فرش ويؤكد وأنا أتكين جن النبي في النهي كربة دا لا يسكربة عن رفع البصر إلى السماء عرك إن لا دورنا آدم النبي قول له شيء ومدى وكربة حتى قال إلى أوجري لا ينتهي النوي كهرهيان أقوام قليو يرفعون قرود جاي أبصارهم أرق وذا إلى السماء عرك فيرنا في الصلاة هذا جود هذا أو أمسى لا ترجع أصول لابن ما يسوي لهم حق وذا أبصارهم أرق أصول لابن ما هي وهبار أما إلهي كوع قاب أما كوع قابوي
مكوبا خلص وي إن ده إلو سان لقاعد دفن أما لقاعد قادم ب هوس فيرو وي خشوع باللوب بعيا إن ده تاجد حقوق كبيريو سان تاجد يسبهم بهن الآن بأكوجرت خشوع يتذلل يستكانة بإنه كان موقت الرباط هوس فيرس وده قلته طيب إنا ما نحتاج تماء وفي رواية رواية وحكو جرتك لأولا تخطفن وحال الضفئ واللقاذي أبصارهم أرقوذي باللقاذي وفي حديث آخر حديث لو حكو يمد فإذا صليتم هدات كنيسا فلا تلتفتها قار ديمونينا قار ديمود قدام الرقبت كل مرة فلا تلتفتوا فإن الله سبحانه وتعالى ينصب وقتمنيا أما وقابلنا وجه وجه جيسا لوجه عبدي أدونك سوجه سبو قابلنا يا في سلاتي سلاتي قده إذا أنتو كجر أدونك ما لم يلتفت توسن قاردين مونين أما أوسن تلي عندنا عيضة إذن إلهي قابل شيء وأكسو قابلها إلهي حرمي وصلاة هذا حرمي وشريعة هذا حرمي قاردين موتك وحيتو سيسا احترام الآن قورس بيتو سيسا سبب وذات هذا حرمي سمك الله فرده أصوه هلا هيا أما هو هاد ورك هو هذا حاجة سكاف يرسو تلفون كأدرك عزوه هذا ورك إيزا احترام درام طاي والد كأو كله الله ينال ماله سكاف يرسو حقه تسي طاي شيء نين مسؤول أو هذا كاسر رياض كعبسنا يسمى مركز هرتوك تميا من لها تاج وتجي وتفيرن أصلا مسوا ماله هذا وقر دايم ورسيد ضوء عادي أبدا تعظيم احترام بالا قربة موضوع سجود وفيري فرصة خشوع أكام موقت قاردموت كإسكا إلالي فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاة ما لم يلتفت كتب العقائد اللي أقول لك تفسير كحديث كان وحي خصية ظاهر كاكور هذا وقال أيضا مركل وحجري عن التلفت قاردموت كي يملع سيغا نبو حكجري اختلاس ضفدوي يختلسه الشيطان والشيطان كدفها من صلاة العبد أدونك صلاة ديسة أو مركا قاركود وحركا سيخيار آن ذا اللهين ساصده شيطان بالاك عقابين وصلاة هذه وكو سواسيين مشروع وكو فري تش مركا حساب اللاك عي مكو قيب فجستي فجس كيبا دريميسا ساصد اللي ذا أدو حقا يريبا دارك وليب انت بدي حلال لوبو ذا أساقا آذان ومعينها يبالك حقا ودقاقا اختلاس ضفد ويا الشيطان كو ضف يختلس وكدفها يا الشيطان من صلاة العبد أدونك سادس وحكا قاطئ وكلا عرّي سيدنا حوالا اللي جوجو ورا بنا في كل عري مش هو دقائق سوء بود مايو أنا مش صادق لولا دقائق الأوردي مرك آله لسك إلهي لا جت حد روي وقال صلى الله عليه وسلم رسولك لو حيري لا يزال الله إلهي كذول مايو مقبلا إنه كسر جيده وسوق بشيء على العبد أضنك واحترام يوينين أضنك ربي وينين أضنك ضعيف كرب أبو ربي واحترامها يعني طيب على العبد أدونك إنه سوق بشيء في صلاة إنه صلاة جذيه هذا كجرا ما لم يلتفت تصنقار ديمون فإذا صرف هذو اللي حي أدونك وجهه وجه إله كل حي قبلة كل حي إن صرف عن أن صرف عنه الله صنوا كجسده ونهى عن ثلاث صدح من إله أمضى كرهبي ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثلاث صدح من أمضى كرهبي عن نقرة كون لكوية صلاة السجود نقرض واكوين صبار قول لي دقائق تيجوا ما كيف حبها ينشمروه ساس يقول فنايا واحد قربنا يا مقادنا يا نوكل ساس إلي سيسهلن الله دفن بوقادنا يا أفكوا ذي بردوبان أو وحصا أوسو جذون أو واحد أنا واحد قرطام ولا أطلق هذا ركته مركز سجود هذه سينشمرو واحد قرنا يس أما دقائق واحد قرنا إذا كان لقينا كحصل ووجه روك قبضتي أو كنا بوليبا عن نقرة كون بنا بقوم ذكر هي بك نقرة الديكي كونت ديغو كلا ديغو كلا اما يو اقعاين فدي فدي دانير دارين دايرن بين فدي اي وي اقعاو وا كدلوبسغا كدلوبسغا سومتا انسلك انت لا ديغو لوغه لا قوتنشو جيربها لا سو لابا وي سيده ايغو اوفريستو ايغو سومدا ارك ايغو كبسما لباحا اوفريستو ايغا اوفريستو بسدا اوفريستو واخ وال دوغاغو دمبا اوفريستو حق لابانت ملها دوغاغو ان ارتي ما هلكن ملها عما عمت بس لابانت يا هلكاس idu da kore ya halkan ba jeedo ka laama soo ma taqana midan may laha marku fariisanay markii ayuugi wax la lamaala qaar ka dambuu ku fariisan lagu hadabana uu laaban kuuna uu qotamin marka salka inta dhigato labada gacmood inaad meeshan dhigato lagu yana soo tagta la diidan yahay sida hada xusan qallaaf u fadhiyo sidaas la wakalo
sidaas wey wa iqaa'in fadhi dan yareen oo ka iqaa'il kalbi ayga fadhigi soo kala ana lama ogolo waa nabiga umada ka reebay dan yar ku sidaas u fadhiista waa arta asoo la turkiisu xagashisana waxa xagashu ma laabanto waa isku mid waltifaatin gardaymood buu umada nabiga ka reebay ama milicsi kaltifaati ta'lami dawacado kala dawacada say u gardaymood dawacadu maanta la saasay ku hayo magac socod waa aragtay way taxadar badan tahay cadu badanna way leedahay marka waa hadii koor waa heegan weeyayad inta ordayso xagay fiirin waxay ay ku dhufatay waxay dishay iyo waxyada daba socda waxa soo dhambay fiirnaysa marka aduuna saaha yeelin way xadiidkan wuxuu ka yimaa xadiid ka horeeyo ka yimaada xadiidkan waa naha aan thalathin ah dhaif baana ku jira sanadkiisa laakin shawaayid badan buu leeyahay saasuna sheekhu ku xoojiyay hada billahi tawfiq